قد نتفاجأ بأن تقنية العد أثناء الصلاة تعود إلى القرن الأول ميلادي، حيث كان المسيحيون الأوائل يعدون أعمالهم التقية وصلواتهم عن طريق وضع حبوب أو حجارة صغيرة في جيبهم ونقلها إلى الجيب الآخر، أو عن طريق حمل حبل معقود بعقد معدودة فينتقلون بإبهامهم من عقدة إلى أخرى. وفي القرن الرابع وبعد تأسيس الأديرة والرهبانيات بدأ التركيز على تلاوة الصلاة الربانية والسلام الملائكي مع ترتيل 150 مزمور. يقول التقليد بأن الرهبان المؤتمنين على شغل الأرض كان بأغلبهم أميين ويجهلون القراءة، فبدأوا بتلاوة الصلاة الربانية 150 مرة تعويضاً عن عدم معرفتهم لتلاوة 150 مزمور باللغة اللاتينية. وهنا بدأوا باستخدام العقد على الحبل لعد المرات، وهي عادة قد تكون قد وصلت إلى الرهبان الغربيين من الرهبان الشرقيين الذين التقلوا بهم في بيزنطيا وأديار فلسطين وأنطاكيا أثناء الحملات الصليبية. وبعدها بدأ المسيحيون يصلون صلاة مريم التي هي عبارة عن صلاة الملاك جبرائيل: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. وصلاة إليصابات: مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك، بدلا من الصلاة الربانية. وفي القرن الثالث عشر أضافت القديسة جرتورد اسم يسوع بعد مبارك ثمرة بطنك. ومن بعد مجمع ترند للكنيسة الكاثوليكية أضيفت: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. في بداية القرن الثالث عشر عرفت الكنيسة كاهنا قديسا من إسبانيا وهو القديس دومينيك، وكان مشهور بعلمه وطلاقة لسانه وقداسته، وخصوصا بتكريمه للعذراء مريم. وكان في تكريمه لها يستخدم الحبل المعقود. قدس الله أرضنا بتجسد ابنه الوحيد يسوع المسيح فيها، قدسها بحياته وموته وقيامته المجيدة. من أرضنا أعطى الله الخلاص للعالم أجمع. من أرض القداسة أرادت أمنا مريم العذراء أن تقدسها أكثر فأكثر، فاختارت ابنة القدس قديسة حارة النصارى لتكون حاملة الرسالة الوردية ومؤتمنة على إيصال الوردية المقدسة إلى كل بيت في الأراضي المقدسة، ولتكون فلسطين مصدرة للإيمان من جديد. أحبت العذراء أرض فلسطين حبا عظيما، فظهرت لابنة القدس سلطانة دانيال غطاس وقالت لها: يا ابنتي، إنه من بين الأشواك يخرج الورود، وإني في هذه البلاد فرحت وحزنت وتمجدت. أريدك أن تؤسسي رهبانية الوردية. ومن بين الأشواك خرجت ابنة حارتنا ورعيتنا لتزهر ورود الوردية في كل أنحاء المعمورة. القديسة ماري ألفونسين المقدسية حملت هم البنت الفلسطينية وهم كل بنت في شرقنا. من فلسطين انتشرت الوردية إلى الأردن، لبنان، الخليج العربي، مصر وروما. فلنفتخر بقديسة ماري ألفونسين دانيال غطاس وبرهبانية الوردية المقدسة، الرهبانية المقدسية الفلسطينية الأولى والوحيدة المكرسة للمسبحة الوردية في العالم. احنا هلا بكنيسة رهبات الوردية ما بينا في القدس. نحن هون على شمال الكنيسة امام دخائر القديسة ماري ألفونسين. اشتهرت القديسة ماري ألفونسين من طفولتها إن هي من عائلة مسيحية من عائلات القدس، وكانت هاي العائلة كل ليلة تصلي وتكرم مريم العذراء. وهذا إذا بدل على شيء بدل على إنه تكريم مريم العذراء هو عادة قديمة في القدس، يعني منذ زمن قديم، من أيام لما كانت قديستنا طفلة من 1843 كانت عائلات القدس في البلد القديمة بتكرم ابنها مريم العذراء.
وهي قديستنا نشأت في إحدى هذه العائلات المقدسية اللي نشأت على تكريم ومحبة مريم العذراء منذ طفولتها، وكانت بتكرم مريم العذراء عن طريق صلاة المسبحة اليومية. لما كبرت بدأت العذراء تظهر لها وتطلب منها تأسيس رهبني، واعطتها اسم رهبنة الوردية. فأدي هاي الصلاة مهمة بالنسبة لأمنا مريم العذراء، فكأن العذراء بدها تسمع دائما صلاة السلام عليك، بتحب تسمعها من أبنائها لأنه دليل على محبتهم إلها. فأرادت أن تنشأ رهبنة وردية تصلي صلاة الوردية يوميا، وهيك نحن كرهبات وردية بتأملنا بالأسرار فكأنه بمر أمام نظرنا أو مخيلتنا يوميا أهم مراحل من حياة سيدنا يسوع المسيح وأمه مريم العذراء. لكل هاي المراحل عاشوها هون في بلادنا وفي أرضنا، فيوميا نحن نتأمل بأفراحهم بأحزانهم بأمجادهم بحياة يسوع العلنية، هو يبشر بالملكوت ويدعو الناس للتوبة. بالنسبة لصلاة الوردية، صلاة المسبحة الوردية مهمة وجزء من حياتنا، لأنه بصلاة المسبحة الوردية إحنا نتأمل بحياة السيد المسيح من خلال الأفراح أسرار الفرح، ومن خلال الأحزان أحزان يسوع، ومن خلال المجد. لأنه بالأجزاء الثلاثة بصلاة المسبحة الوردية مهم جدا نتأمل بحياة العذراء أمنا أم المسيح، وبحياة سيدنا يسوع المسيح من الطفولة وحتى المجد. وكمان نتأمل بأسرار النور، أسرار النور كمان جزء من المسبحة الوردية اللي أعلنها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، ونتأمل بحياة السيد المسيح وهو على الأرض. فإذا إحنا بنصلي يوميا المسبحة الوردية، ومن خلالها نتحد اتحاد يومي واتحاد دائم واتحاد بالإيمان مع سيدنا يسوع المسيح، حتى احنا نلتقي معاه ونتحدث معاه، حتى وندردش معاه دردشة بنوية، دردشة بثقة، حتى نكون على أهل واتصال دائما بأمنا مريم العذراء وسيدنا يسوع المسيح. هلا بالوقت الحاضر عم بتركز كله في شهر أيار، لأنه شهر أيار هو مكرس لأمنا مريم العذراء بسبب شهر أيار هو شهر الربيع، شهر الورود وشهر الزهور والتكريم، وأيضا في كتير أعياد مريمية بتوقع في هذا الشهر. فلهذا السبب إحنا نكرم أمنا مريم العذراء في شهر أيار، ولكن إحنا المفروض إنه بكل حياتنا اليومية بغض النظر بشهر أيار المخصص لتكريمها أو حتى بشهر عشرة تشرين الأول، بحياتنا اليومية المفروض نركز أكثر بصلاتنا المسبحة خلال الصباح، خلال الظهيرة، وخلال المساء، حتى بخلال النهار كاملة نحاول نعيش بكامل إيماننا وبكامل اتحادنا وبكامل علاقتنا مع يسوع ومع أمنا مريم العذراء، لأنه هي الحقيقة اللي بتعطينا القوة وبتعطينا السلام وبتعطينا سلاحنا اليومي ضد الشر، ضد الحروبات. ونشوف كمان بالنسبة لصلاة المسبحة الوردية مهمة في حياة الكنيسة. ليه؟ لأنه الكنيسة دايماً في وقت الصعاب، في الحروبات، في المشاكل، في المعارك كانت تطلب صلاة المسبحة الوردية، ومنلاحظ في عدة معارك انتصرت الكنيسة وانتصر المسيحيين بسبب صلاة المسبحة الوردية. هذا بيظهر أكثر شيء بمعركة لبانتي اللي حدثت سنة 1754. فصلاة المسبحة الوردية مهمة جداً، سلاحنا وقوتنا وإيماننا وتكريمنا لأمنا مريم العذراء وسيدنا يسوع المسيح. كمان بحب أنوه على شغلي أنه المسبحة الوردية بالنسبة لإيمان الشخصي أنا، أول شيء كأنا إنسانة مسيحية، وثانياً كرهبة وردية. بالنسبة لأنه أنا إنسانة مسيحية بحاجة أنه إحنا دايماً نتكل على أمنا مريم
مريم العذراء. الإنسان وخصوصاً الإنسان الشرقي، الإنسان العربي، هو إنسان عنده حماس إيماني، عنده عاطفة شرقية، عنده محبة وعنده إيمان تقوي. فالإنسان بتوجه دايماً لأمه بشكل مبدئي وبشكل أولي لأمه. فإحنا كتير عندنا تكريم لأمنا مريم العذراء، وتكريم كبير، وهذا بيبين في حياتنا وفي صلاتنا. بصلاتنا صبحت الوردية بنصلي لكل إنسان مريض، بنصلي لكل إنسان حزين، كمان نذكر جميع أسرانا، نذكر جميع شهدائنا، ونذكر جميع كل من ضحى من أجل إنماء الإيمان المسيحي، إيماننا في الشرق الأوسط وإيماننا كمان في القدس. وبنصلي كمان من أجل السلام، حماية الأرض المقدسة، حماية الأماكن المقدسة، حتى تكون هي شهادة حية لحياة السيد المسيح. ومنكم كمان لكل من بحاجة لصلاة، وكل من بحاجة طلب صلاتنا، وربنا يوفق ويوضع السلام وينشر المحبة بين الجميع. يا سلطانة الوردية المقدسة، صلي لأجلنا. رح نحكي عن تاريخ هذا الدير. تأسس هذا الدير سنة 1880. هذا المكان هو مهد رهبنة الوردية. نحن موجودين في القدس، في البلد القديمة. من هون انطلقت الرهبنة، تأسست من هون، من هون طلعت البذرة وروحانية رهبنة الوردية. دخلوا البنات اللي بدهم يصيروا رهبات في رهبنة الوردية 24 تموز سنة 1880. وطبعاً بمساعدة الأب يوسف طنوس يلي لبى نداء أمنا مريم العذراء بتأسيس رهبنة الوردية، بمساعدة الأم القديسة ماري ألفونسين. وبالفعل العذراء مريم كان لها دور في نجاح هذه البدرة يلي نمت بهذا الدير، اترعرعت وانطلقت لباقي البلدان كما انطلق الرسل يوم عيد العنصرة حتى يبشروا بقيامة الرب. ورهبات الوردية انطلقوا من هون حتى يزرعوا في قلوب الناس، خاصة الأمهات، خاصة الصبايا، لأنه هذا كان هدف العذراء مريم، إنه حماية وتعليم بنت فلسطين، يربوهن على روح الله. فكانت أول هدف لرهبات الوردية وتلبية نداء أمنا مريم العذراء من خلال أمنا ماري ألفونسين القديسي هو زرع روحانية الوردية وتلاوة الوردية وعيش فضائل كل سر من الأسرار اللي عاشتها ماري ألفونسين، طبقتها بحياتها. وبالفعل هذه الروحانية انزرعت، بقوة هاي الروحانية نجحت رهبنة الوردية في كل مشاريعها، لأنه مسبحة الوردية والروحانية المريمية هي الإنجيل الخامس يلي بتحكي لنا عن حياة سيدنا يسوع المسيح، من أسرار الفرح، أسرار النور، أسرار الحزن، أسرار المجد.